حبيت اليوم احكي لكم عن المطاط المنزلي، اللي هو عبارة عن هذا المطاط اللي بنستخدمه بالبيت بنعطيه للمرضى بحيث انه يحطوه لحالهم بالبيت ويبدلوه. الهدف الاساسي منه هو اصلاح العضة لحتى المريض لما يسكر الاسنان على بعضهم يكون اطباقه صحيح وسليم 100%. رح احكي لكم عن اكثر النماذج استخداما. مثلا بنبدا بمطاط الصنف الثاني من قلو، نحن اللي بيكون هدفه تقديم الفك السفلي للامام وترجيع الفك العلوي للامام. بيكون استخدامه كالتالي: من اخر السن تحت بهالشكل، طبعا ممكن نحطه بهذا السن حسب القوة اللي نحن بدنا اياها، وعلى الناب الفك العلوي. بهالحالة هذا اسمه مطاط الصنف الثاني، هدفه يقرب الفك السفلي للامام. مطاط الصنف الثالث اللي بيخلينا نحن نرجع الفك السفلي للخلف ونقرب الفك العلوي للامام، بيكون استخدامه بالعكس: من اخر سن بالفك العلوي بهالشكل تمام لعند اول سن بالفك السفلي، وبتصير اتجاه القوة بهالشكل. النموذج الثالث اللي راح احكي لكم عنه هو النموذج العمودي. نحن بنحط فيه من الاعلى للاسفل بدون ما يكون تقريبا في قوة افقية، قوة عمودية فقط بين الفكين. هي بنستخدمها بحالات العضة المفتوحة لما بيكون الاطباق مفتوح مشان يسكر الاسنان على بعضهم. ممكن نستخدمها بشكل مباشر من الناب للناب، ممكن تكون بشكل مثلث نحن نعلقها بهذا الشكل، ممكن على اكثر من سن. الفكرة الثانية اللي حابب احكي لكم اياها انه المطاط المنزلي بيكون حصرا بناء على تعليمات الطبيب، لاني في عدة قياسات وعدة نماذج. القياسات بتكون على قسمين: اما قياس المطاطة حجمها او على قوة الشد، فبتكون في كتير خيارات، فنحن ما فينا نستخدمهم لحالنا، او مثلا اذا خلص الكيس اللي عنا ناخذ كيس من عند حدا من رفقاتنا حتى نغطي الموضوع. والشغلة الثانية اللي كتير ضرورية انه عدد ساعات استخدام المطاط كمان بيكون حسب تعليمات الطبيب. غالبا نحن بنعطيها تعليمات او بنكتبها على الكيس حتى يعرف استخدمها المريض. وعلى فكرة هذا المطاط جدا مهم، واغلب الحالات بنستخدمه فيه، وبيفيدنا كتير مشان انهاء الحالة بشكل جيد.